بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم من جديد أعزائي الطلبة، وأرجو من الله أن ما يكونش في عندكم شيء في صعوبة، ولو في أي شيء في صعوبة ممكن إحنا نتواصل عن طريق أي وسيلة من وسائل التواصل، يعني ما عندي شيء مشكلة. نمرة اثنين اللي بدنا نحكيه إنه هنستكمل الآن موضوع الريجنز اللي بدينا فيها الحلقة الدرس اللي فات، وتكلمنا المرة اللي فاتت إنه الجسم عبارة عن الترانك والهيد والنيك والترانك والأبر إكستريميتي واللور إكستريميتي، يعني الرأس والعنق والجذع والأطراف العلوية والأطراف السفلية. طبعا أنا بحاول أترجم عشان تكون الأمور سهلة معاكم. وشفنا الهيد مقسم للكرانيال ريجن كان ومنطقة الفيشل ريجن، والنك اللي منطقة السيرفايكل سميناها، أما الجذع عشانه كبير فتم تقسيمه لمنطقة الصدر ثوراسيك ريجن والأبدومينال ريجن والبلفيك ريجن. شفنا في المرة اللي فاتت منطقة البيكتورال ريجن أو الثوراسيك ريجن منطقة الصدر، والآن حنتشوف منطقة الأبدومين. طبعا اللفظ تبعها زي ما احنا شايفين، أنا مخليكم كمان اللفظ كيف تلفظ، لاحظوا كيف أبدومين من خفيف، لكن لما بدها تكون صفة بدنا نقول أبدومينال منال is located below the thorax، يعني موجود تحت القفص الصدري. centered on the front of the abdomen موجود الامبلايكس اللي هي السرة، طبعا نبل معناتها سرة لكن بالانجليزي ملناش فيها، احنا قلنا باللاتيني، قلنا اللاتيني هو اللي بدنا نحفظه اللي كلمة الامبلايكس. an obvious landmark كمان تعتبر علامة واضحة زي ما احنا شايفين السرة، الكل بيعرف السرة وعلامة واضحة موجودة في الأبدومين. نشوف بعد هيك المناطق تبعت الأبدومين، والمناطق تبعت الأبدومين سهلة وأنا هفسركم إياها واحدة واحدة وبالراحة اللي إن شاء الله هتكونوا حافظينها وبسرعة كمان. هنشوف زي ما احنا شايفين البطن عبارة عن مسطح كبير زي ما احنا شايفين، المسطح هذا الكبير مش معقول نوصفه بشغلة واحدة، زي ما قلنا بنحاول نوصف ونقطع لأنه هذا ألم وصف. بنطلعوا للبطن في الجهة اللي على اليمين هذه هيك، نشوف إنه ممكن طبعا بالخيال، هذا مش إنه مقسم، لا بخيالنا، لو طلعنا بخيالنا ممكن نجزئ البطن إلى أربع أرباع، الأربع أرباع تمام. زي ما احنا شايفين هذا الربع الأيمن العلوي، هذا الجهة اليمين، وطبعا بالتشريح لما انت بتطلع جهتك اليمين هي مقابل الجهة اليسار اللي قبالك، انت بتطلع وجهك بوجهه كويس، والجهة هذه اللي هي جهة اليسار برضو اللي هي بتكون قبال اليمين تبعك. إذا بنطلع عليه بنشوف إنه في عنا أربع أرباع زي ما احنا شايفين في الصورة، لكن من ناحية مناطق بنلاحظ انه في عنا تسع مناطق، واحدة تنتين ثلاثة وهكذا اربعة خمسة ستة. طبعا انا بكتب بالماوس في صعوبة في كتابة الماوس، ثمانية او تسعة، هدول التسع مناطق تبعون الابدومين. طبعا هدول لهم اهمية كبيرة بحيث انه كل منطقة من هذولا في المكان او الاجهزة اللي بتكون تحتها، يعني لو بدنا ناخذ مثلا المنطقة هذه اللي تحت، مثلا المنطقة هذه اللي تحت الريجن هذه، نشوف انه هذه المنطقة فيها الاجهزة التكاثرية والمتانة وجزء من المستقيم، لو بدنا ناخذ المنطقة هذه اللي في النص يعني بنشوف انه في عندنا ايش الامعاء هنا، الجهة اليمين هذه في الكلى هنا، وهنا في كلى، هنا في المعدة وجزء من الكبد وهكذا. إذا هذه لها أهمية بحيث كمان في عملية الوصف لما بنوصف بنقول في المنطقة الفلانية معناته مفهوم إيش في المنطقة الفلانية،
يعني لو واحد عنده أجا وجع في منطقة المعدة، بنقول إنه في عنده وجع في منطقة الإبيجاستريك، هنشوفه تمام، وهكذا. بداية نبدأ في الأربع أرباع. لو أجينا عملنا البطن نص وكمان نص، بحصل على الربع، هنا في ربع وهنا في ربع وربع وربع. التسمية تبعتهم سهلة. لو طلعنا هنا الربع هذا، الربع هذا اللي هنا، وين موجود هو؟ موجود في منطقة الأبدومين في الجهة اليمنى العلوية. طيب خلينا نترجم الكلام، عند الرايت أبر كوادرانت، ما حكيناش إشي جديد، اللي هو الربع اليمين العلوي. المقابل تبعه بده يكون الربع اليسار العلوي، تحت بده يكون الرايت لور كوادرانت والليفت لور كوادرانت، وهيك بنكون سمينا الأربع أرباع اللي موجودين. نيجي لمنطقة الريجنز، نيجي لمنطقة الريجنز. إحنا كلمة جاستر باللاتيني معناتها بطن، لكن مجازا تستخدم إنه بدل كلمة معدة، لأنه تعتبر المعدة هي البطن. فإذا إحنا هنعتبر إحنا المنطقة هاي تبعت الأمبليكال، المنطقة هذه هي البطن، معناته الجزء العلوي الريجن اللي فوق منها حيكون اسمها إيش؟ إي بي جاستريك، واللي تحت حيكون اسمها هايبوغاستريك، وهي المنطقة هذه تم تعديل الاسم تبعها، صار اسمها أمبليكال ريجن. إذن عندي أمبليكال، إبيغاستريك، وهايبوغاستريك، هدول ثلاث ريجنز صار. خلينا نشطبهم، هدول اللي خلصناهم، هدول الريجنز خلصناهم بالتسمية تبعتهم. نيجي نشوف بعد هيك الجهة العلوية اليمنى اللي هو الريجن هذا. نشوف المنطقة هذه ليش التسمية تبعتها هيك، خليكم صحصحين معاي ليش التسمية تبعتها هيك. كلمة كوندرياك لحالها معناتها غضروف. لو طلعنا الريجن هذا وين جاي، لاحظوا جاي تحت الغضاريف تبعت مين؟ تبعت الريبس، تبعت الضلوع هذا، جاي وين؟ تحتهم. ايش معنى تحت؟ معنى تهيبه، صح. وكلمة قلنا غضروف معناتها كوندريك، يعني تحت الغضروف، منطقة تحت الغضروف. فأي جهة هي موجودة؟ الجهة اليمنى. إذن هذه المنطقة حيكون اسمها ايش؟ الرايت هايبوكوندرياك ريجن. تهيألي مش صعب التسمية، بما انه في عنا الرايت هنا، في عنا الليفت كمان هنا. إذن في عنا الليفت والرايت هايبوكوندرياك ريجن. هاي صار عنا مسميين واحدة، تنتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ضل عنا أربع ريجنز. الريجن هذه لو طلعنا، نيجي على الصورة التانية اللي هنا، بنشوفها على نفس الليفل، المستوى تبع مين؟ تبع اللامبر فيرتبرا، على نفس المستوى تبع الفقرات القطنية. الفقرات القطنية اسمها لامبر، بما انها على نفس المستوى حيكون اسمها لامبر ريجن، والتاني اللي قبلها اسمها لامبر ريجن. هذا في الرايت وهذا في الليفت، فحيصير اسمها ايش؟ رايت لامبر ريجن، وهذا ليفت لامبر ريجن. هاي صار عندنا سبعة، ضايلين عندنا تنتين. ايش التنتين هذول؟ في عنا إيلياك ريجن. من وين جاي التسمية تبعت إيلياك؟ نيجي للصورة برضو اللي على الشمال. العظمة هذه الكبيرة هذه الكوكسل، العظمة أصلها هذه، وتطلع بالألوان كيف محددها، عبارة عن ثلاث عظمات، عبارة عن ثلاث عظمات. العظم الصفرة اللي فوق هذه اسمها إيليام، اسمها إيش؟ إيليام. لما بكون واحد ببطن أمه، هذه العظمة الكبيرة بتكون عبارة عن ثلاث عظمات، وفي بيناتهم غضاريف. إذا بتلاحظوا في اللون هنا وهي هذا في بينه فاصل، هذول مكانهم كان غضاريف.
الغضريف هذه كانت فاصلة العظمات هذول عن بعض، فكان في ان عظم هذه اسمها بيوبس، والعظم اللي باللون الزهر هذه كان اسمها ايسكيوم، واللي باللون الاصفر هذه اسمها ايليوم. لاحظوا ايش اسمها؟ ايليوم. لو نتطلع على العظم هذه تبعت الايليوم بنشوف انه موجودة على مستوى مين؟ على المستوى تبعت هاي العظمة، هاي العظمة نشوفها على المستوى هذا. بما انها في المنطقة تبعت العظمة هذه فهتاخد اسم ايش؟ ايلياك ريجن. اذا عندي الايلياك ريجن في عندي واحد في الجهة الرايت وفي واحد في الجهة الليفت، وبالتالي بتم تسميتها هذه الرايت ايلياك ريجن وهذه ليفت ايلياك ريجن. تمام، وبهيك بنكون حصلنا على تسمية التسع مناطق تبعون الابدومين. اذا بنعيد بنسميهم تاني، بنقول ان ايبيجاستريك ريجن وهايبوجاستريك ريجن، امبلايكال رايت هايبوكوندرياك ريجن لانها تحت الغضروف، وليفت هايبوكوندرياك ريجن رايت لامبر لانها على نفس المستوى تبع اللامبر، وليفت لامبر ورايت ايلياك وليفت ايلياك ريجن. ان شاء الله بتكونوا حفظتوهم بسهولة وما فيش مشاكل. ليش الأهمية هاي تبعت الريجنز لازم نعرفها؟ كل ريجن بتوحي لنا في أجهزة معينة. مثلا لو جينا تكلمنا عن الإبيجاستريك ريجن، شوف إيش موجود في الإبيجاستريك ريجن. يعني لو أجي مريض بيشكي من وجع في منطقة الإبيجاستريك، أنا مخي على طول بدي يروح للأجهزة الأربعة، أروح للاستومك وهيروح على الليفر وهيروح على البنكرياس وهيروح على الرايت والليفت كدني، هفكر فيهم. لو طلعنا هاي منطقة الإبيجاستريك برضو في الصورة اللي على اليمين، هذه طلع ايش موجود فيها؟ بمر المعدة والكبد والقولون وكل الأجهزة هذه، فالدلالات تبعتها برضو كويس. نيجي نقول الأمبلايكال ريجن، المنطقة هذه خلينا بالصورة هنا نطلع ايش موجود فيها. المنطقة هذه موجود فيها الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة، وأسفل من الاستومك موجود في المنطقة هذه. إذن هذه المناطق كل واحد في لها الأجهزة اللي موجودة فيها. نشوف مع بعض موضوع تاني اسمه البادي كافيتيز. طبعا هنا ما حكيناش عن البلفس لأن البلفس في الأجهزة اللي موجودة فيه، فهو منطقة واحدة منطقة البلفس ريجن. احنا بنحكي عن المناطق الكبيرة، اللي انا قلت في البداية انه المناطق اللي موجودة في الجسم عددها كتير، بس احنا هناخد ايش اللي هي الاكتر والاكبر موجودة في الجسم. نيجي الان نشوف البادي كافيتيز التجويفات اللي في الجسم. نيجي نطلع في الصورة، لو طلعنا من منظر الامام بنشوف في عنا، وبالعربي بنحكيها بنقول ايش؟ تجويف الصدري، تجويف البطن، وتجويف الحوض، وما يحتوي كل تجويف من أجهزة. لو طلعنا من هنا من على الجنب بنشوف برضو نفس الحاجة، تجويف الصدري، تجويف البطن، وتجويف الحوض. هذا اطلع في الصورة منيح، لو أجينا طلعنا من الجنب على الجسم بنلاحظ إنه الجسم فيه نوعين من التجويفات الكبيرة، نوعين من التجويفات الكبيرة. واحد اسمه فينترال، وقلنا كلمة فينترال معناتها anterior اللي هو باللون الأحمر هذا، اللي هو thoracic cavity والabdominal cavity والpelvic cavity. والنوع الثاني اللي هو الأصغر اللي هو posterior أو dorsal، اللي هو موجود في مين؟ الدماغ والنخاع الشوكي. إذا نيجي نقول two main body cavities، اللارجر فينترال الأكبر والسمورة هو الدورسال. الفنترال بادي كافيتي بيكون التوراسيك كافيتي والابدومينال والبلفيك كافيتي. التوراسيك كافيتي بيحتوي على زي ما حضراتكم شايفين على القلب وعلى الرئتين، وبيكون اشي اسمه اللي هو الميدياستينيوم. الميدياستينيوم عبارة عن التجويف تبع الصدر والأجهزة اللي موجودة فيه ما عدا الرئتين، وكمان موجود في نفس الثوراسيك كافيتي برضو انه موجود في القلب والرئتين اليمين
واليمنى واليسرى. الأبدومينال بيلفيس اللي هو يمتد من عند الحجاب الحاجز، تمام، لغاية وين؟ لغاية الجدار تبع اللي هو البلفس. شفنا انه مكون من 9 مناطق وبيحتوي على الاجهزة زي الاستومك، الانتستين، الليفر، يعني بيحتوي على المعدة، الامعاء، الكبد، السبلين، الطحال، والجول بلادر اللي هو المرارة. اما البلفيك كافيتي اللي هو التجويف تبع الحوض اللي هو هذا، لو طلعنا من جنب بس بيطلع هكذا، اللي احنا عارفينه بيحتوي على الأجهزة التكاثرية، المثانة، الريكتم. هذا بالنسبة للفنترال أو الأمامي. طيب الدورسال، الدورسال اللي هو الكافيتي، الدورسال كافيتي اللي هو الخلفي، هذا بيحتوي على السيفاليك كافيتي اللي هو تجويف الرأس، اللي بيحتوي على الدماغ، الكرانيال كافيتي أو السيفاليك كافيتي. والتجويف الثاني اللي حكينا عنه اللي هو الفيرتبرال كافيتي اللي بيحتوي على السباينال كورد اللي موجود فيه، اللي هو النخاع الشوكي اللي موجود فيه. هنا للاطلاع كل كافيتي ايش بتحتوي في مضمونها. إذا نيجي نقول ملخص الحدوتة كلها، إنه البادي كافيتيز الأنواع تبعتها، في عنا الفنترال وفي عنا الدورسال. الفنترال اللي مكون من التوراسيك كافيتي وابدومينو بلفيك كافيتي، يعني الابدومين مع البلفيس كافيتي. التوراسيك كافيتي شفنا موجود في الرئة اليمنى والرئة اليسرى والميديستينم. الميديستينم اللي هو الأجهزة اللي موجودة في القفص الصدري بما فيها كمان القلب. أما الابدومينو بلفيك، الابدومينال والبلفيك كافيتي، صورة معبرة جدا، واحنا لو حفظنا الشكل هذا هتكون الامور سهلة. نيجي بعد هيك للشابتر الثاني اللي هو تبع الخلية. بصراحة الخلية مش هنحكي عنها كتير، ومن البداية حكيت الكلام هذا انه مش هنحكي عن الخلية كتير، لانه الخلية اخذناها في الابتدائية وفي الاعدادية وفي الثانوية، وفيش حدا فينا ما بيعرفش عن الخلية. لكن هنذكر بعض الشغلات الأساسية اللي فيها اللي ممكن تضيف شوي على المعرفة تبعتنا. الخلية تعتبر هي البيزك ليفينج ستراكشر اند فانكشن يونت اوف ذا بودي. هي طبعا الوحدة الحيوية الأساسية التركيبية للجسم. الجسم مكون من 50 إلى 100 تريليون خلية. الفرق في اختلافاتهم في التخصص تبعهم، يعني الخلايا هذه ممكن يصير فيها اختلاف في الحجم وفي الشكل حسب الوظيفة تبعتها. يعني لو طلعنا هنا الاختلاف في الحجم زي ما حضراتكم شايفين، في خلايا صغيرة خالص وفي خلايا أكبر. أما اختلاف الشكل زي ما احنا شايفين، في فروقات في الشكل بين الخلايا هذه، كل واحدة حسب الوظيفة تبعتها. مثلا زي ما احنا شايفين خلايا او كريات الدم الحمراء، الشكل تبعها عامل هيك لانه الوظيفة تبعتها عملية نقل الاكسجين، تمام، فبدها تكون مسطح، لها مسطح. مثلا الخلية هذه اللي هي الحيوان المنوي واللي تعتبر اصغر خلية موجودة في الجسم، في عندها حاملة المعلومات الوراثية في الرأس، هنا بدها توصل المعلومة هذه على البويضة، فأخذت الشكل هذا اللي هو بالديل تبعها عشان يمشي ويوصل الحقيقة المعلومات الوراثية هذه. وكذلك السموث مصل والسكليت المصل. الفات سيلز، شوفوا الفات سيل كيف عامل شكلها، عامل شكلها، لاحظوا ايش بنلاحظ ان النواة تبعتها مطرفة، وباقي الخلية عبارة عن مخزن للدهون والطاقة. فكل خلية أخذت حجم معين وأخذت شكل معين حسب الوظيفة الملقاة على عاتقها. من ناحية السيتولوجي، اللي هو السيتولوجي اللي هو عبارة عن برانش من الساينس اللي مهتم في الستادي أوف سيلز. في نظرية الخلية بتقول إنه all living organisms are composed of cell and cell products، يعني
كل الكائنات الحية مكونة من خلايا ومنتجات الخلايا. Cell is the basic unit of structure and function of all living organisms اللي شفناه قبل شوي. All cells come from the division of a pre-existing cell. يعني كل الخلايا جاي من عبارة عن انقسامات من خلايا مسبقة موجودة مسبقا. الأورجانيزم كله على بعض can be understood through the collective activities and interaction of its cells. يعني ممكن يكون مفهوم إنه عبارة عن تجمع لخلايا نشاطات الخلايا وانتراكشن بيناتها. السيل ديفيجنز اللي هو انقسام الخلية اللي بنسميه أو الاسم ميتوزيس، growth and repair ميتوزيس gametes formation. الخلية زي ما حضراتكم عارفين المكونات تبعتها، في عندنا مكونات كبيرة وفي مكونات صغيرة هنحكي عنهم، في النواة في النص وفي عندنا السيل ممبرين وفي السيتوبلازم وفي عندنا الأورجانيلز اللي موجودة في داخل الخلية. إذا بشكل عام بنقول إنه الخلية مقسمة لأربع أجزاء رئيسية. الجزء الأول اللي هو البلازما ممبرين اللي هو الغلاف الخارجي، والجزء الثاني السيتوبلازم اللي هو عبارة عن السائل اللي موجود حوالين الأورجانيلز. الأورجانيلز اللي هي العضيات زي الميتوكوندريوم والريبوزوم والليزوزوم والجولجي وكل هذول اسمهم أورجانيلز. والجزء الأخير الرابع الأساسي اللي هو الانكلوجنز اللي هو عبارة عن السكريشن، they are the secretions and storage product of cells. هذه المكونات الأربع الأساسية تبعون الخلية. نشوف موضوع تاني اسمه هوميوستيزيس. أنا اخترت الصورة هذه الأنيميشن هذه خصوصا عشان نفهم الهوميوستيزيس. الجسم بيتعرض لتغيرات داخلية وتغيرات خارجية، فالمفروض إنه لو شيء زاد بده يروح على الجهة التانية عشان يعمل معادلة له، ولو شيء نقص بده يروح على الجهة التانية عشان يعمل معادلة له، ويضل محافظ على التوازن هذا اللي موجود. هذا التوازن لازم يضل موجود. لو شفناها بتزيد هنا بنروح بنضغط على الجهة التانية عشان ترتفع، ولو كانت عالية بنضغط عليها عشان تنزل تاني، وهكذا. هذا هو التعبير تبع الهوميستيزيس. إذن التعريف تبع الهوميستيزيس هو اللي عبارة عن التوازن أو الآليات المختلفة عشان تحافظ على التوازن الداخلي للجسم أو البيئة الداخلية. يعني وخلينا مصحصحين شوي، لو طلعنا هنا هاي البيئة الداخلية اللي شايفينها إحنا تبعت الجسم اللي هي حوالين الخلية، السائل اللي حوالين الخلايا. السائل هذا اللي حوالين الخلايا في منسوب معين من المواد، المفروض هذا المنسوب يضل محافظ على القيمة تبعته. لو زاد المفروض إنه آليات تانية بتشتغل في الجسم عشان تقلل الكمية هذه، لو نقص المفروض برضه آليات بدها تزيد عشان ترجع. على سبيل المثال لو إحنا أكلنا شغلات فيها سكريات كتير، الآن نسبة السكر حتكون في الوسط هذا، حتكون نسبة السكر عادي. المفروض الآن بتدخل البنكرياس وبيفرز الأنسولين عشان ينزل منسوب السكر اللي أجى عالي هنا، وبالتالي بده يحافظ على مستوى السكر في الجهة اللي موجودة هنا. مستوى السكر بده يضله إيش؟ ثابت. طيب لو حال انه السكر مستوى السكر نزل، واحد بيشتغل باجتهاد كتير، واحد اخذ نسبة انسولين كتيرة، الان مستوى السكر في المنطقة هذه هنا صار واطي، المفروض مين بده يشتغل الان؟ المفروض بده يشتغل الكبد عشان يضخ كميات انسولين اعلى، وبالتالي برجع لي منسوب الانسولين في الوسط هذا لوضعه الطبيعي وبضله ثابت. وبضله ايش؟ ثابت. احنا موضوعنا عن مين؟ عن الثبات، الهوميوستيزيس. واضح؟ كل شيء موجود في الجسم في له الهوميوستيزيس تبعته، الثبات أو البيئة الداخلية الأصلية الأساسية.
نفس الكلام، أنت لو الآن تشتغل على الكمبيوتر وأبحرت شوي في الكمبيوتر ودخلت في مناطق ما لكش فيها، ممكن تعص على زر واحد اسمه هوم. لو عصيت على هوم حيرجعك للصفحة الرئيسية الأساسية. إذا أنت زودت ورحت بعيد، لكن مجرد ما قلت هوم على طول رجعك للأساس اللي كان موجود عندك. كل شيء في الجسم فيه له الهوميوستاسيس تبعته. الكالسيوم، لو واحد مثلا ما بيقول الشغلات فيها كالسيوم وامور زي هيك، يعني لا اجبان ولا البان ولا بيض، منسوب الكالسيوم هنا ايش حيصير فيه؟ حينزل. في الحالة هذه بتدخل مين؟ العظم، بده يطلع كالسيوم للدم، عشان منسوب الكالسيوم هنا يرتفع، عشان في النهاية يحافظ على شيء اسمه كالسيوم هوميوستيزيس. كذلك الصوديوم، كذلك البوتاسيوم، أي عنصر في الجسم، البروتين، أي عنصر في الجسم، كل عنصر في الجسم له الهوميوستيزيس. حتى الحرارة نفسها اللي في الجسم، كيف ثابت الحرارة وما بتعلاش ولا بتنزل؟ في لها ثبات اللي هو اسمه ايش؟ Body Temperature Homeostasis. كيف هذا الثبات؟ لما انت بتحس بالدنيا حر، بتوصل اشارة على الدماغ. الدماغ ايش بيعمل؟ بيرسل اشارة للغدد العرقية انها تفرز العرق تبعها، بيبدأ يرطب الحرارة وبتبدأ الحرارة تنزل، وهكذا. والعكس، لو الدنيا برد حيرسل إشارة للدماغ، الدماغ مش حيرسل إشارة للغدد العرقية، وبالتالي حتحافظ على الحرارة الداخلية تبعتك. إذا حافظت على إيش؟ على الثبات تبع درجة الحرارة الداخلية، تمام. وهكذا كل شيء في الدنيا في له الهوميوستاسيس تبعته. كمان عندكم في دراستكم، لما الواحد بكون مأجل وبكرة بدرس وبعده بدرس وإلى آخره، ونازل يطلع وينزل وطشطش هنا والنت وإلى آخره، لما بيصير الأمور جدية أكتر إيش بيعمل؟ بده يعمل هوميوستيزيس في الوقت تبعه، ببطل يطلع، بده يعمل تعويض، ببطل يطلع وبقعد ساعات أكتر عشان يعوض. لو فلح إنه يعوض حينجح، لو ما زبطش مع التعويض حيسقط. وهذا هيك الهوميوستيزيس في الجسم. إذا الهوميوستاسيس في الجسم تتعرض لكثير من الشغلات، لو فلحت بيمشي الحال. إذا الكلام هذا عشان يحصل ويضل الجسم محافظ على الثبات تبعه، لازم عملية مونيتورينج، متابعة حسيسة من الجسم. المخ والأعضاء كليتها عمالة إيش؟ شغالة، بتعمل متابعة. هذا المتابعة اسمها هوميستاتيك ريجوليشن. الكلام هذا عشان يحصل بيلزمنا ثلاث شغلات أساسية، اللي هو عبارة عن مين؟ الريسبتور المستقبل أو السنسور، والكنترول سنتر، والإفكتور المنفذ. خلينا نيجي نطلع في الصورة هذه ما أحلاها. لما بنشوف مثلا مستوى السكر ارتفع، الآن السنسور مين؟ البنكرياس اتحسس وشاف إنه في سكر مرتفع، أرسل إشارة للخلايا بيتا لانجر هانز، بلشت تطلع الانسولين. راح الانسولين مين اللي بده ينفذ الان؟ الكبد، بده يخزن السكر الزياده في الجسم. وهيك بضل الجسم محافظ على الثبات تبع السكر، الجلوكوز هوميوستيزيس. اذا عشان يحصل الكلام هذا، عمليه المونيتورينج المتابعه بتلزمنا ريسبتور، بتلزمنا السنتر، وبتلزمنا الافكتور اللي هو المنفذ للاوردر. في أمثلة كتير عديدة زي عملية الثيرموستات، مش هنقعد نحكي، حكينا عن الكلام بيبقى في كفاية. هذه كلها أمثلة، زي ما قلنا إنه البادي تمبريتشر لما بتنزل، الدماغ بيرسل إشارة للسويت جلاندز اللي هي الغدد العرقية، وبتبدأ الغدد العرقية تفرز العرق، واللي بيؤدي لترطيب الجلد. وبالعكس لما يكون الدنيا برد، هاي البيئة الداخلية. قلنا الجسم بيتعرض لتغيرات خارجية وتغيرات داخلية. المفروض انه في عنا الانترنال هوميستيزيس، لو الجسم قدر يعوض، كومبنسيت يعني يعوض، وكان الكومبنسيشن سكسيدز، نجحت الكومبنسيشن، حيصير ويلنس. لو فشلت عملية التعويض حيصير ايلنس. وبنذكر اللي هو زي مرض السكر مثلا، لما واحد بياكل وعنده سكر عالي، إذا البنكرياس والكبد قدروا ينزلوا سكر الدم، يعني الأنسولين نزل سكر الدم والكبد حجز السكر الزيادة، فكانت التعويض كويسة، وهذا بنسميه إيش؟ ويلنس. لكن إذا ما قدروش يعوضوا،
بصير الديزيز اللي هو زي مرض السكر. إذا failure to compensate اللي هو تساوي illness أو death. أمثلة كتيرة برضو لما الواحد بيعمل مجهود القلب والرئتين والكلى والجهاز الهضمي كله بيتدخل، هدول اسمهم كلهم compensatory mechanism، آليات تعويض. طب هل في عوامل بتأثر في الهوميوستاسيس؟ بالتأكيد في عوامل بتأثر في الهوميوستاسيس. زي ما احنا عارفين العوامل اللي بتأثر في الهوميوستاسيس يا إما بالنقصان يا إما بالزيادة، هدول العوامل اللي بيأثروا على البيئة الداخلية، فالمفروض إنه بصير عملية التعويض. زي إيش؟ زي التغذية، ممكن في ناس أكلها ضعيف وما فيش فيه حديد فهيؤدي لإشي اسمه الأنيميا. طبعا لما بيحصل الأنيميا ممكن تؤدي اختلاف في الكاردك، يعني ضربات القلب تختلف، التعرق. ايش كمان في التوكسينز، المواد السامة، زي مثلا الأدوية، واحد أخد أوفر دوز بالتأكيد هذه هتأثر على الهوميوستاسيس تبعته. كمان العوامل السايكولوجيكال فاكتورز برضه بتأثر، الفيزيكال فاكتورز برضه بتأثر في الهوميوستاسيس، الجينيتيك بالتأكيد العوامل الوراثية زي مثلا وراثة السرطانات وأمراض الغدد هذه لها دور كمان تأثر في الهوميوستاسيس، الأدوية برضو لها تأثير في الهوميوستاسيس. نشوف آخر جزئية في الهوميوستاسيس، موضوع شيء اسمه فيدباك، التغذية الراجعة. التغذية الراجعة اللي مقصود فيها انه برضه تتبع للهوميوستاسيس، الجسم كله محكوم في آليتين من الفيدباك، في فيدباك اسمه بوزيتيف وفي فيدباك اسمه نيجاتيف، هدول هم اللي بيتحكموا في الجسم. لو جينا طلعنا في الصورة هذه الانيميشن الموجودة هنا بنشوف افراز الهايبوتالاموس بأثر على الغدة النخامية، الغدة النخامية بتروح بتبعت هرمون تبعها على الغدة الدرقية، الغدة الدرقية بتبدأ تطلع الهرمون تبعها في الدم، الدم هذا بيوصل على مين؟ على الدماغ تاني، بيستشعر فيه الهايبوتالاموس كمان مرة، إذا كان المنسوب تبع الهرمون واطي بده يضل يزيد الإفراز، هذا اللي اسمه فيدباك، التغذية الراجعة، يعني مثلا برضه كمان بده يضل يفرز لغاية ما مستوى الهرمون يرتفع في الدم ويصير في معدل الطبيعي. زي ما مثلا لو احنا كمية السكر نزلت في الدم بستشعر فيه برضو الدماغ، بروح برسل إشارة لمركز الجوع انه تحرك، خلى الشخص هذا يتغذى، تبدأ تأكل، بيبدأ منسوب السكر يرتفع في الدم. لما بيبدأ منسوب السكر يرتفع في الدم الآن بيرسل إشارة للدماغ اللي هو فيدباك نيجاتيف، الآن بده يرسل إشارة لمين؟ لمركز الشبع إنه خلص اشبعنا، وهكذا. فبنلاحظ انه الجسم كله محكوم بالاليتين هذول، الفيدباك بوزيتيف والفيدباك نيجاتيف. واحنا نتوقف عند هنا، وان شاء الله نلقاكم في محاضرة قادمة. حتى ذلك الحين استودعكم الله والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.